الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته، ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، الحركة والسكون في الكون بيده، وكل شيء يتحرك بقدرته وناطق بإرادته. قل للطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا، يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ بل سائل الجنين في بطن أمه راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وإذا ترى الوليد لدى الولادة أجهش بالبكاء، من ذا الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله، يا ثعبان من بالسموم حشاك؟ واسأله يا ثعبان كيف تحيا وكيف تعيش وهذا السم يملأ فاك؟ بل سائل اللبن المصفى كان بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ بل سائل بطون النحل تقاطرت عسلا، وقل للشهد من حلاك؟ ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، الرحمة الأتم والنور الأعم والطرد الأشم، الذي فتح الله به آذانا صماء وأعينا عميا وقلوبا غلفا، وأقام الله به التوحيد ونشر الله به العدل والسلام. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وآل بيته أجمعين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن من سار على نهجهم وطريقهم وضربهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، أوشكت أيام النفحات، أوشكت أيام القربات والطاعات أن تأتي إلينا نسباتها وأن يهل علينا هلالها. فبمجرد أن يأتي هلال شعبان واليوم الخامس منه، تتجه أنظار المؤمنين الموحدين في أقطار الأرض ترقب هلال شهر الله، شهر القرآن، شهر العطايا والنفحات، شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة، وإذا كان شعبان يذكر المسلمين بقوة الاستعداد بالجد والتوبة الصادقة حتى يستقبلوا رمضان بقلب صاف، بقلب نقي، بقلب خالص، وهذا القلب إذا وجد في إنسان فهو الناجي في الدنيا والآخرة، فلا نجاة ولا رحمة ولا فوز ولا سعادة بغير طهارة القلب. واسمع معي إلى دعاء نبي الله إبراهيم
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، فأصحاب القلوب السليمة اليوم تنتظر بشغف قرب شهر الطاعات حتى يخرجوا منه بفوز العمر وذخيرة الدهر. أيها الإخوة، وإذا كنا الآن بدأنا في أوائل شعبان، فإن هذا الشهر الطيب المبارك له من الذكريات ما له، وفيه من النفحات ما فيه، وفيه دروس وعبر لمسلم العصر الحديث إذا استطلعوا تاريخ هذا الشهر في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأخذون من وحي السيرة العطرة في رحاب هذا الشهر في حياتهم المعاصرة دروساً وعبر. لكن هذه الدروس والعبر لا يعيها إلا أولو الألباب، لا يعيها إلا أصحاب القلوب الحية المتقدة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الإخوة الأحبة، وتأتي نفحات هذا الشهر تذكرنا بحوادث عظام في حياة سيدنا رسول الله عليه الصلاة وأزكى السلام. نتذكر أول حادث في هذا الشهر لسيدنا رسول الله في رحاب العهد المكي، في رحاب سنوات البعثة، حادثة انشقاق القمر التي نزلت سورة باسم هذه المعجزة في القرآن الكريم، وبدأت أولى آياتها بالحديث عن هذه المعجزة، فقال جل علا: اقتربت الساعة وانشق القمر. هذه المعجزة التي حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدلالة على صدق بعثته ولرد الكفار عن جحودهم وإنكارهم وعنادهم ومعاداتهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه آية وقالوا: إن كنت نبيا حقا فاجعل القمر ينشق لك. فإذا برسول الله يستجير بربه ويتضرع إلى ربه حتى يستجيب له الله. وقال صحابة النبي الذين رأوا هذه المعجزة رأي عين: لقد رأينا القمر قد انشق للنبي على حراء، قسم عن يمين حراء والآخر عن يسار حراء. انشق القمر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لكن هذه المعجزة قبل أن يتحدث الله عنها قال الله: اقترب يوم الحساب، هذا اليوم الذي لا يفكر فيه الناس ولا يعملون حسابه. أيها الإخوة، إن مصر الآن على أعصابها بسبب امتحانات الثانوية العامة، والكل مشدود يترقب نجاح ولده ذكرا كان أو أنثى. فهل ترقبنا كيف ننجح في لقاء ربنا؟ هل استعددنا؟ وهل أخذتنا هذه الشدة في لقاء الله الموعود؟ في لقاء الله الموعود، في لقاء الله المرقوب الذي استمعنا إليه، وقارئنا الكريم يرتل علينا أواخر سورة الزمر: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء.
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. أيها الإخوة الأحبة، إن شهر شعبان يذكرنا بهذه الحادثة في حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقتربت الساعة وانشق القمر وعلى كل إن اقتراب الساعة جزء منه بعثة سيدنا رسول الله، فقد كان الرسول يقول لنا: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بالسبابة والوسطى. وإلى هذا أشار الله في قوله في آخر النازعات فقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيم، ولو وقفنا على كلمة فيم ثم بدأنا بعدها لوجدنا الله يقول لنا: أنت من ذكرها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيهم أنت من ذكرها. أيها الإخوة الأحبة، إن ارتقاب الساعة لو أن الناس تفكر فيه وتذكره وتعمل له ألف حساب لتلاشت المعاصي والذنوب على وجه هذه البسيطة. سئل أحد الصالحين: نراك لا تعصي الله قط، فقال: لأني أتذكر الموت، أتذكر الموت. هذا التذكر الذي كان يقول عنه النبي: لا يعيش به إلا أولو الألباب، لا يعيش له إلا الأذكياء. فكان يقول كما روى الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، حتى لا يطول الوقت بنا أنطلق سريعاً إلى ذكريات شعبان. هذا في العهد المكي وفي العهد المدني يذكرنا شعبان بأعظم حادثتين في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحادث هو في إحدى غزواته، وحادث آخر تمناه رسول الله بقلبه، دعا رسول الله ربه بقلبه فيه ولم يتحرك لسانه، وهو تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. تحويل القبلة. وقد كان رسول الله جلس 16 شهراً بعد هجرته في المدينة يصلي تجاه بيت المقدس، فكان بيت المقدس أولى القبلتين في المدينة المنورة بعد هجرته، ورسول الله يتفرس بوجهه في السماء ينظر إلى الله، يتضرع إلى الله ببصره وخشوع قلبه ولا يتحرك لسانه. فقال الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها. أيها الإخوة، هذا هو الحادث الأول في العهد المدني. أما الحادثة الأخرى التي يذكرنا بها شهر شعبان وفيها دروس وعبر فهي غزوة بني المصطلق
أو غزوة المريسيع التي كانت فيها حادثة الإفك التي أشاعها المنافقون، أشاعها المنافقون. وأولى درس نأخذه من هذه الحادثة أن الإشاعات الكاذبة، أن الإشاعات الباطلة، أن الأقاويل الخاطئة لا تتناقلها إلا ألسنة المنافقين، لا يتحدث بها إلا أهل النفاق الذين توعدهم الله بأليم العقاب وشديد العذاب. فقال جل علاه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقون الذين تحدث الله عنهم بأنهم يؤمنون ظاهرا وقلبهم خام من الإيمان بل منطو على الكفر والشرك، فقال جل علاه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. المنافقون الذين نعت النبي لنا صفاتهم فقال عنهم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية أخرى قال عنها، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي منافقا صافيا صافا. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وإذا نظرنا إلى هذه الصفات نرى الصفات اليوم تتحدث في البشر اليوم، سواء كانوا قادة أو مقودين، ساسة أو مسوسين، رعاة أم رعية، نجد أن هذه الصفات تتجلى واضحة اليوم عند قطاع عريض من البشر، إلا من رحم الله وعصم الله. إن شعبان يقول لأهل النفاق: قفوا مكانكم، توبوا إلى ربكم، عودوا إلى الله، عودوا إلى الله. فالله يأبى أن ينصر أهل الكذب، ويأبى أن ينصر أهل الفجور. ونصر الله وحده وتأييده ونجاته لأهل التقوى والإيمان. ولذلك استمعنا إلى أول آية في تلاوة سورة الجمعة اليوم إلى قول الله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. وفي آية أخرى قال فيها لنا ربنا: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونجينا الذين آمنوا. إن حادثة الإفك تكلم القرآن الكريم عنها في 13 آية في الربع الأول من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب. أيها الإخوة، أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا نظرنا إلى هذه الحادثة، والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى سفر اخترع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، انطلق بها رسول الله. وهذا درس عملي في العدل بين الرجل الذي عنده أكثر من زوج، لا بد أن يعدل بينهن، لا بد أن يقيم ميزان العدل
لا يفضل إحداهن على الأخرى. أيها الإخوة، فخرج سهمي فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وكنا خفافا لم يثقلنا اللحم، لأننا كنا نأكل في هذه الغزوة بعد أن نفذ الطعام ورق السمر، أي ورق الشجر. أيها الإخوة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة حتى إذا انتهت الغزوة وأقفل الجيش راجعا، خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف الجيش رجلا يرد الضالة ويحمل المفقودة ويأخذ من تاه من الجيش، رجل صالح يسمى صفوان بن المعطل، صحابي جليل من أعظم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان صفوان بن المعطل قد عرّس خلف الجيش، والسيدة عائشة تقول: وقد انطلقت قبل متبرزنا ففقدت عقدا لي، كانت ترتدي عقدا في جيدها فسقط العقد، تقول: فرجعت ألتمس العقد فوجدته، فلما رجعت إلى مكاني وجدتهم قد حملوا الهودج، وكان الذي حمل الهودج كما قالت السيدة عائشة لا يعرف أن الهودج ثقيلا، لأن الجسد كان خفيفا من قلة الأكل والطعام. أيها الإخوة الأحبة، قالت السيدة عائشة: فما علموا أنني في الهودج، فظللت في مكاني الذي كنت فيه، قلت: إنهم سيفقدونني فسيلتمسونني في مكاني الذي كنت فيه، فجلست في مكاني. فجاء الصحابي صفوان وكان يعرف لي قبل أن يضرب علينا الخمار، كان يعرف لي قبل أن يضرب علينا الخمار، فلما أبصرني ما نظر إلي وما نظرت إليه، وخمرت وجهي بطرف ثوبي، وما كلمني غيره بظهره أناخ بعيره بظهره، أناخ البعير لي حتى أركبا، ثم انطلق بي يقود البعير، ما رآني ما نظر إلي. فلما أبصرني كبير المنافقين عبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، لما أبصر السيدة عائشة يقود لها البعير الصحابي الجليل صفوان، قال كلمة الإفك: امرأة نبيكم باتت مع رجل، والله ما نجا منها وما نجت منه. الإشاعات الكاذبة التي تدمر حياة الأمم وتدمر حياة الشعوب وتضيع الأعراض وتبيح الدماء، الإشاعات المغرضة التي يستباح بها الدم ويستباح بها العرض، يستباح بها العرض. ورغم أن هذه الحادثة نزلت تقول لنا إن الذي يتكلم بالإشاعة ما هو إلا منافق، فيجب علينا ألا نستمع إلى الإشاعات، لكن الأذن ما زالت تطرب حتى الآن إلى الإشاعات ودون تثبت أو تروي، ما زالت الأذن تطرب لسماع الكلمات الكاذبة للأقاويل الخاطئة دون تثبت، مع أن الله قال لنا: عندما نسمع خبرا لا بد أن نفكر فيه وأن نتعقل وأن نتثبت منه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الإخوة، واشتد البلاء بسيدنا رسول الله، اشتد البلاء بالنبي وبأبي بكر وبعائشة رضي الله عنها وبالمؤمنين والمسلمين، ورجع رسول الله من هذه الغزوة بهذا الألم الشديد بالطعن في عرضه صلى الله عليه وسلم،
وإذا كان المنافقون في حياته شككوا في عرضه، فإن المنافقين اليوم، بل إن جاحد القلوب اليوم، يشككون في قرآنه وسنته، يشككون في قرآنه وسنته. لن يتنازل المبطلون عن الحرب لله وللرسول حتى يردوا المسلمين عن الدين، وقد قال الله لنا عن هذه الفتنة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. بل قال الله: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. بل قال الله لنا حكاية على لسان الجاحدين المعاندين المستكبرين الذين يظنون أنهم أهل النصر، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. أيها الإخوة الأحبة، رجع رسول الله حتى جاء الفرج القريب بعد أن أبان الله أهل النفاق وفضحهم. علمت السيدة عائشة بهذا الخبر من أم مصطح، وأرادت أن تتحقق من الخبر، فذهبت إلى بيت أبيها فقالت لأم رومان لأمها: أحقاً ما يقول أهل اليفك؟ قالت: يا بني هوني على نفسك، فما من امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها بالقول. فإذا برسول الله يأذن في بيت أبي بكر ويقول لعائشة: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بشيء فاستغفر الله. قالت عائشة: فنظرت إلى أبي فقلت: أجب عني رسول الله. فقال: بماذا أجيب؟ ثم نظرت إلى أمي فقالت: بما أجيب؟ فقلت له: وأنا غلامة صغيرة لا أحفظ كثيرا من القرآن، لا أجد لي مثلا ومثلكم إلا كيعقوب والد يوسف حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت السيدة عائشة: فأخذ رسول الله ما كان يأخذه من البرحاء، أي من شدة نزول الوحي عليه، حتى سري عنه. قال: يا عائشة، أما الله فقد برأك، أما الله فقد برأك. فقال أبي: قومي إلى رسول الله فاشكريه. قالت: لا، والله لا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق 7 سنوات. ثم قالت: وما كنت أظن أن ينزل في قرآنا يتلى، فشأني أحقر من ذلك، ولكن كنت أتمنى أن يرى رسول الله رؤيا يرى فيها براءتي. فنزلت آيات الإفك، نزلت آيات الإفك في سورة النور أيها الإخوة الأحبة. وفي هذا درس آخر، أن الله لا يخذل المخلصين، وأن الله لا يخذل المؤمنين، وأن الله ناصر عباده المتقين مهما تقول عنهم ومهما قيل عنهم مهما أشيع عنهم، فالله عز وجل يسمع ويرى، ولا بد أن ينصر الله أولياءه. وإذا كنا نرى هذا فألتمس الفرصة وأقول لحضراتكم: كونوا مع الله يكن لكم الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كونوا لله، كونوا مع الله، أخلصوا لله، فإذا كنت مع الله سيكون الله معك. وقديما قالوا: إذا كان الله معي فمن يكون علي؟ إذا كان الله معي فمن يكون علي؟ هات ما عندك، هاتي يا زمان الأزمات، أنا لا أخشاك، فانثر كل ما في الجعبات، أنا محمي لضرء من يقين وثبات، معي الإيمان ينجي مركبي والموجعات، معي الإخلاص ينجيني في خضم الحادثات، معي حب الحق
حب الخير، حب المكرمات، معي حبي للورى، هم إخوتي أو أخواتي، معي الله، فلم لا أتحدى النائبات؟ أنا عبد الله لا عبد الهوى، لا لعزى أو مناتي، أنا بالله عزيز عزتي في سجداتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وآل بيته أجمعين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم تبارك وتعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعمن سار على نهجهم وطريقهم وطرقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون أحباب سيدنا رسول الله، ولا يقف شعبان عند هذا الحد، بل شعبان له موقف آخر في حياة سيدنا رسول الله، موقف نتعلم منه من سيدنا رسول الله كيف نختم حياتنا مع الله، كيف تكون نهاية حياتنا مع ربنا. تقول السيدة عائشة عن ذكريات شعبان مع سيدنا رسول الله رضي الله عنها وأرضاها: ما استكمل رسول الله صيام شهر قط، ما استكمل رسول الله صيام شهر قط إلا رمضان، وما رؤي في شهر أكثر منه صياماً إلا في شعبان. فلما سئل عن ذلك قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفر عنه كثير من الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. شعبان ختام السنة، شعبان ترصد فيه درجات العام، ترصد فيه درجات أعمالك من حسنات وسيئات، هكذا أخبرك الحبيب المصطفى، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيعلمك النبي كيف ترفع العمل إلى الله بأدب وخشوع وإخلاص ويقين وصدق. فتقول: قال رسول الله: فأحب أن يرفع عملي إلى ربي وأنا صائم. وذاك لأن الصوم أكثر عبادة فيها إخلاص لله عز وجل، الصوم العبادة الوحيدة التي ليس فيها رياء. ومن ثم قال الله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. أيها الإخوة، وأقف مع قول الله في هذا الحديث القدسي: وأنا أجزي به، وأقول لحضراتكم: تعالوا بنا لنرى كيف يكافئنا الله بالصوم. قال النبي أولاً عن مكافأة الصوم: ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفاً. باليوم الواحد تصومه سنة، يباعد الله بينك وبين النار 70 خريفة. أيها الإخوة، ولقد تكلم العلماء في قول الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فقال الإمام القشيري، وهو رجل من مدرسة أرباب القلوب، حين يقول الله: الصوم لي، أي الصمدية لي، نحن نقرأ: قل هو الله أحد الله الصمد. والصمد له معنيان: المعنى الأول هو الإله السيد الذي يرفع إليه حوائج الناس فيقضيها. يا عبادي،
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم جاءوني في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. كأن الله حين يقول الصمد أي الصمدية لي، فالمعنى الأول للصمد هو الإله الذي ترفع إليه حوائل الخلق فيقضيها، والمعنى الثاني هو الإله المنزه عن الطعام والشراب، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، فكأن الصائم في نهار رمضان قد تشبه بصفة من صفات الله، وهو التنزه عن الطعام والشراب والشهوات. فكأن الله حين يقول الصوم لي الصمدية لي، وحق على الصمد أن يكافئ من تشبه بالصمد في الجنة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو المعنى الأول للعلماء في تفسير قول ربنا الصوم لي وأنا أجزي به. ثم هناك تفسير آخر قاله الإمام سفيان الثوري رضي الله عنه: إن الرسول قال عن الصوم: الصوم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان. فكأن من صام أخذ الصبر فاز بالإيمان. والله قال عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصوم لي وأنا أجزي به. تعالوا بنا إلى المعنى الثالث، وهو أقوى المعاني تفسيراً وأعظمها قدراً. قاله الإمام ابن بطال عالم الحديث، قال رضي الله عنه في تفسير قول الله الصوم لي وأنا أجزي به: إذا كان يوم القيامة وقف الناس للخلائق يتقاضون مظالم بينهم كانت في الدنيا، تفنى حسنات العبد ويبقى عليه مظالم، تفنى حسنات العبد إلا صومه. وقتها يقول الله لملائكته: يا ملائكتي، ماذا بقي لحسنات عبدي؟ تقول: نفذت كلها إلا الصوم. يقول الله عندها: أنا أتكفل على ما بقي من عبدي من مظالم، وخذوا عبدي بصومه إلى جنتي ورحمتي. الصوم لي وأنا أجزي به. من ثم يعلمنا رسول الله هذه العبادة، نختم بها السنة ونبدأ بها السنة. تختم السنة بشعبان نرى فيها رسول الله صائماً، وتبدأ السنة بشهر الصيام. أيها الإخوة، عيشوا مع ذكريات نبيكم في هذا الشهر، وأدركوا رسولكم برفع أعمالكم إلى ربكم بقدوتكم له وهو صائم، فصوموا كما كان يصوم. أسأل الله أن يرزقنا التأسي بنبينا والاقتداء به في القول والفعل والعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنباً إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا ضالاً إلا هديته، ولا مستغفراً إلا قبلته، ولا ذو حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها له ويسرتها له. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وبارك لنا في الآخرة والأولى. اللهم كما هديتنا إلى الإسلام
فلا تنزعه منا ولا تنزعنا منه حتى نلقاك عليه فتكافئنا به. اللهم وفق أبناءنا الطلبة في الثانوية والجامعات والمعاهد إلى النجاح والفلاح. اللهم كن معهم في كرب امتحاناتهم، يسر أسرهم، ذلل صعبهم، فهمهم سؤولهم، اجري أيديهم بالإجابة السديدة الصحيحة، حقق آمالهم، أفرح قلوبنا بفرحة نجاحهم. اللهم إنا نسألك حفيظ السماوات والأرض أن تحفظ مصرنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الغم والهم والكرب عن مصر وسائر بلاد المسلمين، واحفظ مصر ونيلها وشعبها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، واحفظ مصر ونيلها وشعبها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. أصلح أحوالنا راع ورعية. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، وموتا في حرم رسولك، ودفنا في حرم رسولك. نسألك حسن الخاتمة والفوز بالجنة وشفاعة المصطفى. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه ربنا في الجنة كما آمنا به ولم نره. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.